تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي يأتيكم اليوم استثناء قبل موعده. وكما كنتم تتابعون منذ قليل ومباشرة من القاعة البيضاوية بالعاصمة، عرض ملحمة ليلة الأقدار تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر بمشاركة أزيد من 200 فني وتقني في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لثورة الفاتح من نوفمبر. نوفمبر الذي جل جلاله فينا هي الذكرى إذن 64 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، يستذكر فيها الجزائريون تضحيات الشهداء باحتفالات مميزة ووقفات للعرفان والتكريم والاعتبار. في المناسبة ترحم رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة بمربع الشهداء بمقبرة العالية على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. رئيس الجمهورية وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع إكليلا من الزهور أمام مربع الشهداء وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية وبأرواحهم النقية من أجل عزة وكرامة هذا الوطن العزيز. اللهم احفظ بلدنا الجزائر، اللهم اجعلنا فيه آمنين مطمئنين لا فاتنين ولا مفتونين، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والإسلام، اللهم أمننا في أوطاننا واحفظ بلدنا وبلدان المسلمين، اللهم احفظ لنا رئيسنا العزيز عبد العزيز بوتفليقة، اللهم متحه بالصحة والعافية وطول العمر، اللهم بارك له في صحته وفي عمره، اللهم مد له في عمره ومتحه بالعافية والهناء، واجعله من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احفظ ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه في خدمة صالح الشعب وفي خدمة هذا الوطن العزيز، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا رب العالمين. هذا وحضر المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية طيب بالعيز، رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، وزير المالية عبد الرحمن راوية، ووزير المجاهدين طيب زيتوني، والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو. هذا وكان رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة قد وجه رسالة في المناسبة أشاد فيها بتضحيات الجسام ونضال الشعب في استرجاع سيادته الوطنية المصادرة، داعيا إلى الاستلهام من مبادئ وقيم نوفمبر في المحافظة على المكاسب التي تعززت بها البلاد قرابة 20 عاما. وفي ظروف وطنية صعبة وفي محيط دولي وضع الجزائر تحت حصار غير معلن، رئيس الجمهورية وهو يعدد الإنجازات التي تحققت في ظل السلم والمصالحة الوطنية دعا إلى مواصلة المسيرة في التنمية والبناء، محييا جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
هذا واحتضن قصر الشعب اليوم حفل استقبال في مناسبة إحياء الذكرى 64 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر بحضور مسؤولين سامين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب والوزير الأول أحمد يحيى الذين تلقوا التهاني من مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، كما تلقوا التهاني من شخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين ومجاهدات وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر. وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وتحت شعار الجزائر رسالة شموخ ونوفمبر دليل قيمها ومبادئها، شرف أمس وزير المجاهدين طيب زيتوني بالمتحف الوطني للمجاهد على الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية بحضور الأسرة الثورية وأعضاء من الحكومة. في المناسبة تم التأكيد على الوفاء لمبادئ نوفمبر في ظل قيادة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة ليرفع العالم الوطني في حدود منتصف الليل. التفاصيل مع دلال البطبة. بألوان العلم الوطني أزدان مقام يخلد الشهداء ويرمز لوطن انتزع حريته بالنفس والنفيس. لنحيي اليوم ذكرى النوفمبريين، والجزائر تنعم بالحرية وتجني ثمار المصالحة والاستقرار، يؤكد وزير المجاهدين طيب زيتوني في احتفالية بالمتحف الوطني للمجاهد. إنها الفرصة في هذا الوقت بالذات ليس للاحتفال فقط، كون أن السعادة والسرور بلا ريب غامرة كل قلوب شعبنا، وإنما هي العبرة والاستخلاص والاستنباط مما قدمه أولئك الأشاوش والأمجاد من شعبنا الأبي الذي لم ولن ينساه الشعب الجزائري وهو متمسك برسالته. وفي هذا المقام نقول لفخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وتعاهدنا مع الجزائر، جزائر قدمتموها وتقودونها بسلام وقوة وحب وإرادة وازدهار واعتزاز وفخر نقرأه في الوفاء الذي نسجله كل يوم وكل لحظة في جلاء المجهودات والإنجازات التي بذلتموها من أجل شعبكم الذي هو متماسك ومتلاحم مع الرسالة التي تحملونها يا فخامة الرئيس. احتفالية جمعت جيل الثورة الحامل لرسالة التضحية بجيل الاستقلال المحافظ على المسيرة، وهو ما جسدته أناشيد وطنية وثورية لشباب اليوم. ليرفع العلم الوطني في حدود الساعة الصفر مرفرفا على جزائر الحرية، البناء والعزة.
وبمقر وزارة الشؤون الخارجية وعند الساعة 0 ومن أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء، تم رفع العلم الوطني بحضور وزير الخارجية عبد القادر مساهل وإطارات وموظفي الوزارة وعدد من المجاهدين، كما تم وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة الصمت ترحما على شهداء الثورة الأبرار. وإحياء للذكرى، تم أمس عند الساعة 0 مراسم رفع الألوان الوطنية بالأميرالية تحت إشراف اللواء محمد العربي حوالي قائد القوات البحرية، حيث قرأ بيان أول نوفمبر ووقف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء مرفوقة بإطلاق 64 قذيفة مدفعية من طرف مفرزة تابعة لقيادة الحرس الجمهوري. وبساحة المقاومة احتضنت العاصمة الاحتفالات المخلدة لذكرى نوفمبر المجيدة بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة بحضور كل من وزير المجاهدين، وزير الشباب والرياضة، وزير السياحة والصناعات التقليدية، وكذا الأسرة الثورية والكشافة الإسلامية، وفعالية المجتمع المدني لتكون الذكرى للترحم والاستذكار مناقب من فجروا الثورة وعلى نهجهم استمرارية التنمية وحمل المشعل. خلال هذه الوقفات التاريخية اليوم نربط لتضحية رجال أسلفنا ونساء وأيضا المسار التنموي همزة الوصل، والشيء المكاسب الكبيرة التي تحققت بالخصوص في أواخر السنوات الماضية هي دلالة راسخة أن الشعب الجزائري متمسك بأصالته بهويته بتاريخه. من يريد أن يعتبر فليعتبر بالثورة الجزائرية، سواء في الحرب أو في السلم أو في البناء أو في المصالحة أو في التعمير، فترون من ثمارها هذه العملية الكبرى لعملية الإنجازات الكبرى وعملية إعادة الاعتبار لكل المقاومات الوطنية اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، والتي أرجعت الجزائر كوردة في وشجرة التي تمد بكل خيرات. إذا فلا عسانا إلا أن نمجد هذا اليوم ونمجد الرجال العظماء اللي فجلوا الثورة ونمجد الرجال الذين واصلوا المسيرة. كما شهدت أمس قاعة ابن خلدون عرضا كوريغرافيا من تنظيم مؤسسة فنون وثقافة يجسد مختلف مراحل النضال والمقاومة إبان الثورة، وهذا بحضور ولي العاصمة عبد القادر زوخ والمدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى الهبيري والسلطات المدنية والعسكرية. العرض تلته مسيرة كشفية باتجاه ساحة المقاومة، وتفاصيل مع مالك زاجولي. بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، كان لمؤسسة فنون وثقافة عرض كوريغرافي تمجيدا لنوفمبر، فكان فحواه نوفمبر. نوفمبر العزة والكرامة، نوفمبر الذي جل جلاله فينا فبث فينا اليقين، فأخطأت فرنسا الغاشمة حين ظنت أنها قادرة على إعدامنا. فلولا التحام الصفوف وإيمان الثوار من الرجال والنساء بنبل الرسالة النوفمبرية لما حيينا ننعم بما يجود به هذا الوطن علينا في الذكرى 64. فكان للمشاركين في العرض تأكيد وأقدامهم تطأ هذا الوطن وأيديهم تستلهم من روحه، واجب كل واحد منا أن لا يستهين بنفسه، فأينما كان فبإمكانه أن يقدم للجزائر المليوني
ونصف المليون شهيد. العرض تلته مسيرة كشفية نحو ساحة المقاومة، حيث كانت الحشود تمشي فخرا بآبائها الذين أعطوا للعالم درسا في حب الوطن وفي الوطنية. إحياء الذكرى عبر الوطن تميز بتنظيم العديد من النشاطات الرياضية والثقافية والفنية، وكذا تكريم عدد من المجاهدين. وتفاصيل مع فهد يحيى. احتفاء بالذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أحيت الجزائر عبر جميع ولايات الوطن احتفالات وتظاهرات مخلدة. استهلت برفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة. المناسبة كانت أيضا فرصة لاسترجاع الذاكرة التاريخية من خلال تنظيم معارض للصور وضحت أبرز محطات الثورة التحريرية، إلى جانب تكريم وجوه ثورية. كما تم خلال المناسبة إطلاق تظاهرات رياضية وترفيهية. هذا وتميزت الاحتفالية كذلك بالوقوف على أبرز المشاريع التنموية لمعاينتها، إضافة إلى تدشين عدة مرافق عمومية. في التعاون ولدى مشاركته في إحياء اليوم العالمي للمدن بمدينة ليفربول البريطانية ضيف شرف، التقى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار مع الأمينة العامة المساعدة لمنظمة الإسكان للأمم المتحدة محمد شريف ميمونة، التي أشادت بالإنجازات الهامة التي عرفتها الجزائر في قطاع السكن. كانت لدينا محادثات معمقة، وأنا متأكدة أنه يمكننا العمل معا، خاصة وأنه لدينا 6 أماكن للعمل عليها. إن الجزائر تتقدم في سياسات الإسكان، ويمكن التعلم كثيرا من تجربة الجزائر، ويمكننا تقاسمها مع بلدان أخرى في العالم، وأتمنى أن أزور يوما الجزائر وأتعلم الكثير منها. مشاركتنا اليوم كضيف شرفي الأمم المتحدة للإسكان في هذا التجمع الخاص بتهيئة المدن والإسكان، كان لنا لقاء مع مديرية الفيدية أخت زميلة مشرف، اللي كان معها تبادل الآراء حول ما يجرى في الجزائر، حول البرنامج الضخم اللي جاء به فخامة رئيس الجمهورية، واتفقنا على برنامج عمل بين الجزائر وبين الأمم المتحدة للإسكان في المستقبل. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس إثر عمليات متفرقة ببرج باجي مختار وعين قزام وتمن راس، أوقفوا 14 منقبا عن الذهب، وحجزوا 4 أجهزة كشف عن المعادن، و3 مطارق ضغط، و3 مولدات كهربائية، و7 مركبات رباعية الدفع وأدوات تفجير. كما أوقفت مفارز للجيش 3 مهربين، وضبطوا أزيد من 5 أطنان من المواد الغذائية موجهة للتهريب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان 3 تجار مخدرات، وحجزوا 533 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط أزيد من 20,000 وحدة من المفرقعات بسطيف. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش بكل من مستغانم وتمن راس 124 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة. في شأن الصحراوي، أكدت الجزائر دعمها للقرار 2440 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، والذي يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير سبيلا وحيدا لإنهاء النزاع في المنطقة، مجددة مساندتها للدعوة الأممية لكل من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية من أجل استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة وبحسن نية برعاية الأمين العام الأممي، وهذا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يقبله الجانبان ويكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
إن الجزائر التي طالما ساندت باعتبارها دولة مجاورة جهود المبعوث الأممي هورست كوهلر إلى الصحراء الغربية أعلنت موافقتها للمشاركة في المائدة المستديرة بجنيف المقررة في 5 و 6 من ديسمبر المقبل. هذا ومدد أمس مجلس الأمن الدولي وكما كان منتظرا عهدة المينورسو 6 أشهر مجددا تأكيده على التزامه بمساعدة طرفي النزاع في الوصول إلى حل يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. ويأتي هذا التصويت عقب 2 من المفاوضات المكثفة حول نص اللائحة التي قدمتها واشنطن. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري. لمتابعة مواعيدنا أو لمن فاتتهم مواعيدنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة، شكرا، في أمان الله.